بالحضور جميع من جميع الدول الشقيقة، الدول العربية، الدول الإسلامية، من جميع من حضر هذه الليلة. نرحب بهم ونشكر كل من قام بهذا العمل الجليل، العمل الطيب الموفق. فحقيقة سعدنا ما رأينا، ونسأل الله التوفيق للجميع. ونبدأ افتتاح الدورة، فنقول بسم الله نبدأ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
عالية مستوى الآن الجالية السورية تمر أمام مقصورة الظروف، وهذه الجالية المالية أبطال النسخة الماضية ومن يقصون شريط هذه البطولة في العام، وأخيرا الجالية النيجيرية.